إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. احنا الآن مع واحد الأب وعامل نظافة وعنده بنته في عمرها 17 عام كتعاني من مرض الخبيث، مرض السرطان، وعندها سرطان الدم. السلام عليكم ومرحبا بك على قناة شوف تي في. خويا احكي المعاناة ديالك لخوتك المغاربة والمجتمع المدني والمحسنين اللي كيشاهدوك الان على المباشر على قناة شوف تي في. خويا فوقاش بدا ليها هذا المرض هذا؟ شو هادي نقولوا شي شهرين. اها ديناها درنا لها شي شهرين من اللي بدا لها. واش حسيتوا بها ولا باش شنو باش كانت كتحس؟ كتضعف الصحه ديالها، كتنقص هي، كتحس بالعقل ديالها، الصدر ديالها، يعني كانت عيانه بزاف. اها دينا درنا لها السكانيرات، درنا لها الراديوات، درنا لها المسائل، حتى اللي سيفطونا للوجهه. اها فين درتوا لها سكانير؟ قرب عندك شويه ميكرو. لا هكا الميكرو صافي. فين فين اخويا درتوا لها سكانير؟ هنايا في الحسني. في الحسني وقالوا لك سيفتوا الرباط. لا الوجده. شنو قالوا لكم في وجده؟ وجده عاوتاني عاودنا لها التحاليل والراديوات والتلفازه وداك الشيء من الاول. اها قال لك اخر لحظه قال لك عندها سرطان. صدمتي؟ جاتنا واحد الصدمه، يعني ما كناش متوقعين. داك المصاريف ديال داك الشيء بقينا بان داك الشيء غالي، يعني الطاقه ديالنا حنايا كعندنا النظافه يعني راه كتشوف مع الثمن على قد الحال، الماء الضوء المصاريف. انت غير كاري ياك اخويا؟ لا كنت كاري ولكن كان الوالد ديالي عنده. وي المهم حاله دابا يعني لا حول ولا قوة الا بالله، يعني صعيبة عندنا شوية. دابا اخويا كنتمناو لبنتك اللي في هذا العمر، هذا عمر الزهور، كنتمناو لها الشفاء العاجل. والحمد لله راه دابا هذا المرض هذا راه عنده الدواء ديالو، لانه يلاه بداها، يلاه بداها ان شاء الله راه غادي تشافى وتنوض توقف على رجليها. وحنا كمغاربة راه معروف علينا بأهل الخير والكرم ان شاء الله، راه خوتها المغاربه والمحسنين والمجتمع المدني راه كيشوفوا النداء ديالها الان على المباشر على قناه شوف تي في، والرقم ديالك ها هو، واللي بغى يعاونك ها هو في لاباج ديال قناه شوف تي في. ان شاء الله خوتك المغاربه غيتصلوا بك وغادي يعاونوك صراحه. والله العظيم لما كتلقى دري صغير في الباك، عندها الباك ياك؟ عندها الباك هذا العام، وكانت يعني كتجي هي الثانية الثالثة في القسم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في قدر الله. خويا عبد الإله فين؟ الحمد لله. خويا عبد الإله أنت الصديق ديال الأخ هذا، وربما وكتخدموا في قطاع واحد، قطاع النظافة، دائما كتواجدوا مع بعضياتكم. الصديق ديالك هذا أكثر من الأخ ديالك ربما، شنو كتبغي تقول؟ لانه الصراحه راه تصدمنا ملي البنت عندها الباك يعني صغيره 17 سنه وبدا هذا المرض هذا. وحنا كما كيعرف الجميع حنا في منطقه الريف هذا المرض هذا منتشر بواحد. تفضل خويا، تفضل خويا. بسم الله الرحمن الرحيم، واحد الشكر الجزيل لقناه شوف تي في اللي مواكبانا في جميع التظاهرات والنضالات التي يقوموا بها عمال النظافه والنداءات التي يقوموا بها. اليوم كي تشوفوا خوتي المغاربه كاين هذه الحاله، هذه اللي هي حاله انسانيه يعني اللي يرثى لها. يعني صراحه بنت عمر كي قلتي الزهور 17 عام، دريه كانت متفوقه في الدراسه ديالها، يعني تشهد ليها يعني الكبير والصغير لحسن السلوك ديالها، والحمد لله التربيه ديالها تربيه حسنه، حيت هي بنت العامل النظافه، هي بنت لواحد الانسان اللي هو شريف، هي بنت ديال واحد الانسان اللي مخاطر بحياته وحياه دوك ولادو على ود باش يقريها، باش يعني ينبتها نبات حسن وتكون قدوه في المجتمع ديالنا. ولكن الحمد لله للاسف والحمد لله بجوج، حيت ان الدريه هذه كان القدر ديالها انها تصاب بهذا المرض الخبيث اللي هو سرطان الدم. والمشكل الاكبر وهو انه هذا السيد هذا
نتوما راكم عارفين عمال النظافه ماشي شي حاجه اللي تربحوا شي حاجه بزاف. ومن هذا المنبر بعدا تنتمنى من هاد الناس اللي تيشاهدوا هذا البث المباشر يبارطاجوه معنا باش يوصلوا لاعلى نسبه ديال المشاهده باش نوصلوا رساله ديال عمال النظافه. راه ملي تنهضروا على عامل النظافه ماشي غير هنا، تنهضروا عليهم بصفه عامه. يعني ها هو خويا عبد الاله، يعني منضى ماشي شي منضى، يعني منضى صغيره. يعني عمال النظافه ما يستاهلوش كثر، يستاهلوا اكثر من هذا الشيء هذا. خاص هذا المر حيت دابا السي البنت طلبوا ليها ها المصاريف، ها طلبوا لها ليبرا تدير 8000 درهم، وهاد ليبرا المشكل ما تتباعش هنا في المغرب. وكانت تتباع في المغرب يقدر يمشي سلاف نمشيو ندبروا منا ومنا ندفعوا لا سي ان اس سي الدولو ديك جوج فران، ولكن تنتاسفوا بانه هاد الدواء هذا كيتباعش الخارج. ياك يعني هاد الميساج هذا موجه للجاليه المقيمه بالخارج او الناس يعني المحسنين ولا الاعيان اللي كاينين هنا في الوطن يشوفوا بعين الرحمه لهاد الشريحه هذه ولهاد الشخص هذا، حيت بنتو تتعاني في صمت والله حسن عاون ما عندوش. دابا اخويا مراد اخويا عبد الاله صراحه لانه عامل النظافه كيستحق اكثر من هاد الشيء هذا، لانه عامل النظافه خص توجه ليه واحد الرعايه خاصه، لانه عامل النظافه في كورونا لقينا غير جنود الخفاء، جنود الخفاء لقينا الناس ديال الاطر الصحيه اللي كانوا مغامرين بصحتهم السلطات العموميه، والناس ديال جنود الخفاء الابطال الحقيقيين هما العمال ديال النظافه. وانتم كقناه شوف تي في اللي تنشكركم هذا المنبر اللي وكبتوا معنا الحجر الصحي من اتلزي. هذا هو دور ديال قناه الشعب. يعني وكبتونا من الاول حتى الاخر والحمد لله فيديوهات توثيق هذا على صفحتكم. صح. لهذا تنتمنى من خوتي المغاربه الله يرحم الوالدين هاد الحاله هذه يشوفوا لعندها، يعني يديروا مجهود يعني على الاقل غير يشاركوا باش لعل وعسى يوصل لشي محسن ولا يوصل شي واحد من الاهل الساكنه اللي مقيمه بالخارج، لعل وعسى يشوفوا فينا بعين الرحمه. وحنا راه غنواكبكم بالشواهد و ان شاء الله ديال الدواء وداك الشيء، وانتم كاعلام راه غتنشروهم باش يعرفوا المواطنين يعني الصحه ديال هذه المعلومات. خويا عبد الاله هذا الصديق ديالك والزميل ديالك في العمل في قطاع النظافه، كرسالة أخيرة شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربة والناس المحسنين والمجتمع المدني والناس اللي مسك عليهم الله اللي كيشاهدوك الآن على المباشر على قناة شوف تي في، على هاد ولد الطفلة مسكينة اللي في عمرها 17 سنة في عمر الزهور اللي يلاه جاها المرض ديال السرطان. صراحة حنا زعما راه حتى الأب ديالها راه بواحد الوجه يعني صراحة حشمان، حيت هو ما عمرو نواها كاع، ولكن للاسف وبليجي عليه حتى الظروف واخا داك الدواء يعني يكون كان هنا غالي نقدروا بلا نداء نقدروا نمشيو نتسلفوا بالخدامه نجمعوا نقدروا نشريوه، ولكن تنتاسفوا بان داك الدواء راه في الخارج وتيدير 800 اورو، وهذا السيد باش يصيفط للخارج باش يجي راه الله يحسن عاون هو تيربح 3000 درهم تيقطعوا له 1200 درهم ديال الكريدي تتبقى له 1800 درهم، وهو عنده الدراري وراه باركه غير هاد البنت هادي المسكينه راه غير المصاريف ديالها ديال النهار راه داكشي اللي تيشدو هو في شهر. صح. لذلك حنا عارفين بان خوتنا المغاربه ما عمرهم بخلوا على شي واحد يعني بالكرم ديالهم والجود ديالهم، راه قلت لكم من خلال غير المشاركه راه لعل وعسى يقيس هاد الفيديو هذا شي قلب يعني رحيم الله سبحانه وتعالى يزرع فيه الرحمه باش يشوف لهاد السيد هذا ولا لبنته ينقذهم ان شاء الله. تفضل خويا شد الميكرو هكا، يعني شي كلمه اخيره شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربه اللي كيشاهدوك الان على قناه شوف تي في على المباشر؟ تفضل. نتمنى لخوتنا المغاربه يوقفوا معنا في هذه المحنه، يعني ما كنتش متوقع يعني جات على غفله. يعني لا اله الا الله. وكاين الشعب المغربي يعني معروف بالكرم والتعاون بحال هذه الظروف هذه. وكنشكروا قناة شوف تي في وكنشكروا كل جميع المحسنين واللي ويعاونونا اللي ما قدرش يعاون شي حاجة يعاوننا غير الدعاء. كلمة طيبة. إذا كما سمعتوا. طيبة أنا الدعاء مع ذاك الميساج. صح. هي كتعدى لا 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 حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تبكيش صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله. الدموع ديالي طاحوا لي من عيني حتى أنا. ما قدرتش نكمل متتبعينا، ما قدرتش نكمل للأسف 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 الشديد للأسف الشديد للأسف
اسمحوا لي اخوتي المغاربه غنقطع اللايف، اسمحوا لي اخوتي المغاربه نقطع اللايف، ما نقدرش نكمل للاسف، اسمحوا لي اخوتي المغاربه.